في الطب الشعبي المعالجين الشعبيين عندما يصفون للمريض عشبة معينة يقول لك خذ قبضة اليد. قبضة اليد قد تهلك المريض. مد. هو ما يعرف الجرعة. نص مد يعني. ولذلك الجرعة دائما بالمليغرامات أو بالجرامات إذا زادت. وليست بالقبضة اليد أو بال يعني مشكلة. فلذلك دائما فيه وفيات كثيرة من الناس الذين يعالجون بالأعشاب الشعبي لأنهم لا يقدرون الجرعة ولا يعرفون أساسا هل هذا النبات في سمية ولا ما في سمية. يعني الرمرام مثلا ولن خرج عن الموضوع يعني قاتل إذا خرج الإنسان 12 يوم يتوفى. اسمها إيش دكتور؟ الرمرام. الرمرام نبات الرمرام عندنا في السعودية مشهور. الرمرام واحدة في مستشفى الملك عبد الله حارس الوطني وصف لها معالج شعبي رمرام أخذته وكانت تعالج في المستشفى. بعد كم يوم بدأت عيونها تصفر وبدأ يعني بدأت عندها مشاكل. راحت المستشفى فحصوها قالوا الكبد عندها خربانة. المرأة هذه إيش أخذتي؟ قالت والله أنا عندما خرجت من المستشفى قابلت واحدة صديقة وقالت روحي لمعالج شعبي في المكان الفلاني يعطيش دواء أحسن من أدوية المستشفى. فراحت له فعطاها الرمرام. أرسلوا لي الرمرام عندما كنت في الجامعة. أرسلوه مع طبيب قالوا يا دكتور في واحدة عندنا في المستشفى أخذت الرمرام وإحنا نبغاك تعرف إذا كان تقدر تعرف لنا شوف الرمرام أنا جبت لك غصن منه. جاب لي غصن منه كل شيء وأعرفه هذا. طبعاً هم ما يعرفوا إنه الرمرام. فطبعا قلت لهم قلت هذا اسمه رمرام. وفتحت لهم كتاب المؤلف امريكي عالم اسمه دوك وفتحت انا على الرمرام. الرمرام يقول لك يتوفى الانسان الذي يتعاطاه خلال 12 يوم لانه يسبب تلف الكبد. يتلف الكبد تماما. يتلف الكبد وهذه تلف كبدها ولا. فصورت لهم المقال هذا وقلت روعه المراه هذه كم لها من استخدمت النبات. قالوا 4 ايام. قلت طبعا باقي 8 ايام على حسب الشيء اللي نعرف. لكن الله قادر على كل شيء قدير. يمكنها ان شاء الله ما يجيها شيء. فعلا بعد 8 ايام توفي. من يوم جاني خبر قال توفت المراه. لا حول ولا قوه الا بالله. فكل النباتات فيها سميه لكن بمقدار معين. كم السميه وكم الجرعه لان نعم. نقول احنا دائما في نهايه كل مقال نتكلم عن الجرعه الامنه. كم هي الجرعه الامنه؟